السلام عليكم. اليوم جاتني فكرة، حبيت نقارن مشاريع في الجزائر، وش كاين في الجزائر، والمشاريع الموجودة في الجارة المغرب الأقصى، هكذا بقى نسكتهم بطريقة علمية، كوني أنا مهندس من أمن إلا بالملموس، ونطبق طرق علمية ودي ميثود اناليتيك فيها ان اناليز يعني دراسة مبنية على الواقع. جاتني فكرة نقارن جوجل، ناخد الدليل من عند الموتور دو ريشيرش نتاع جوجل، هو اللي يعطينا الدليل ويعطينا المقارنة ما بين ما هو جزائري وما بين ما هو مروكي، ونشوفوا إذا صح الجزائر قارة قوة إقليمية، وشكون القوة الإقليمية إذا كانت المروكو الصغيرة هي القوة الإقليمية ولا الجزائر. نروحوا لجوجل أرث، جوجل كروم، نكتب أوتيل الجيري، ولا نبدا بالمروك، اوتيل ماروك، ونشوف وش كاين في المروك. نشوف الصور، هاي جينا الصور. الان نشوف لي زوتيل في المروك، هاي ليك، هذه جوجل يمدها لنا. وش نلاحظ؟ ان اغلب الفنادق في المغرب الاقصى كثر الماء، اغلبها مسابح البنايات لا يتعدى يعني علوها طبقتين ثلاث طبقات. انا نشوفه هاي ليك، كلها فنادق صغيرة كبيرة غير بالمساحة تاع الماء، الفضاءات معمرة بالمسابح. كان بعض الفنادق قليلة جدا اللي عالية شوية تعتبر فنادق. ها يا اخي، رانا اشفاو مليح واش رانا نشوفو الان. هذه هي الفنادق في المروك، انا نشوفو فيها الان. كلها فنادق صغيرة بالنسبة للبنايات. نروحو الان نكتبو اوتيل الجيري، الجيري، نشوفو فنادق في الجزائر. شوفوا يا جماعة، فنادق في القارة الجزائرية، هنا فنادق تعتبر فنادق. شوف عندنا فنادق بأتم معنى الكلمة، شوف كلها فنادق، هذه هي فنادق، عندنا فنادق، شوف عندنا فنادق، هاي ليك، كلها أوتيلات بأتم معنى الكلمة. لاحظ أن الفنادق ما شاء الله، بنايات ما شاء الله، مش خردة نتاع ار بليس ان في الأرض، في الأرض، وكبر كبر لابيسين. عندنا فنادق، هذا الفنادق من هذا النوع تاع 8 9 10 طبقات لا يوجد في المغرب، فيها عندهم بعض الفنادق قليلة، أما في الجزائر فهي في كل الولايات، الكثرة في الأغلبية في الولايات الساحلية، لكن موجود في الصحراء، موجود عندنا فنادق اللي بناها فرنان بويون موجودة في الصحراء كتير، عندنا فنادق ما شاء الله كما هذا فرنان بويون فندق، هاليك عندنا فنادق كبار ما شاء الله، يعني يشبهوا الفنادق. كلها فنادق بنايات شاهقة وترمز على قوة الاقتصاد الجزائري بالنسبة للجارة اللي تنفخ في روحها. هاي ليك،
وهنا حبيت نبين باللي حبيت توجو نعاود نرجع القصة نتاع الضفدع والفيل. هذه هي قصة تاع الضفدع والفيل. نعاود نروح مثلا ميدان آخر، نروح لميدان آخر مثلا، نروحو ميدان السكن أ بي طا، نروحو أبي طا ماروك، نشوفو الميدان تاع الساكن في الجارة نتاعنا. شوف لابيطة في المروك، هذا هو الساكن تاعهم في المروك. نشوف هنا هذه هي السكنات نتاعهم في المروك، هي كلها هنا الصور تدل على عمارة واحدة أو ثلاثة أو زوج أو ثلاثة عمارات في أغلب الأحيان، وكان في بعضها هي سيدي طروادي، يعني طروادي ما كان والو. هنا نشوف لابيطة في المروك، هذا هو لابيطة في المروك، الصور نتاع لابيطة في المروك. هذا مشروع يشبه المشاريع اللي كاينة في الجزائر. هذه ماكيت ما نتكلمش عليها، هذا مشروع يشبه المشاريع الموجودة في الجزائر. أما الباقي أبيطة مروك ما كان والو. نشوفه هذا هو لابيطة في المروك. الآن نروح نديرو المقارنة أبيطة ألجيري، نحطو نفس العنوان أبيطة ألجيري، أ بي طا ألجيري، ونشوف الصور اللي راح تخرج لنا. هذه هي أبيطة ألجيري، هذه سكنات، شوف هذه سكنات نتاع القارة الجزائرية، عندنا سكنات ما شاء الله، هايلك سكنات ما شاء الله، عندنا ما سكنات بالملايين، صح آلاف مئات الآلاف تاع السكنات. هنا تظهر الفرق كبير، فرق شاسع في السكنات، عندنا أحياء سكنية بحجم مدن صغيرة. نشوف سكنات أبيطة ألجيري، هذه هي أبيطة ألجيري، هذه هي أبيطة ألجيري. نشوف حي كما هذا ما تشوفوش في المروك، لا يوجد حي كما هذا، لا يوجد في المروك. إذن هذه هي الأحياء، نشوفوا هذه الأحياء ما شوفوهاش في المروك. إذن الفرق فرق كبير في ميدان الساكن بين الجارتين. نشوف هنا الصور هذه ما تشوفهاش في المروك، وجوجل هو اللي ورينا، كما ورانا جوجل تصاور تاع الجزائر يورينا الجزائر تصاور نتاع المروك بنفس الطريقة. إذن فرق شاسع. نزيدو نروحو ميدان آخر، نروحو لميدان الطرقات. ميدان الطرقات الكل يعلم بأن الطرقات في طرق السيارة في المروك بزوج أرويقة، وطرق السيارة في الجزائر بثلاثة أرويقة. دوك نديرو أوطوروت أو طو روت ماروك ونشوف. يلا 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 يلا، هذه هي الطروت نتاع المروك، هاي كلها زوج أرويقة، القليل القليل الموجود فيه ثلاثة أرويقة، الأغلبها زوج أرويقة، هاي ونلاحظ حاجة ثانية في الطرقات نتاع المروك، غياب الجسور، مكانش جسور كثيرة، لاحظ هنا يعني ما شفناش جسور، يعني ما عدا الجسر نتاع هذاك العملاق نتاعهم اللي بناوه تاع فوق وادي الرقراق، ما كانش جسر تقريبا، ما كان حتى ولا جسر.
يعني توجور يديروا توجور دي رون بوان اوريزونتو ولا من قلة التقاطع الطرقات. هنا نروح وطروت الجيري، وطروت الجيري هاي هو. اولا الخريطه ما دارش مليح هنا، لكن هذه هي خارطه تاع الطرقات. ما عدا هنا نشوف الطرقات في الجزائر كلها بثلاثه اروقه، هاي لك هنا هنا هنا. نشوفوا جسور هنا، هذه مش طريق سيار، هذه طريق عادي. هنا ثلاثة أرويقة، هنا ثلاثة أرويقة، ثلاثة أرويقة. نشوفوا الجسر هنا، نشوفوا الجسور هنا، نشوفوا الأنفاق. هنا كاين ثلاثة أرويقة، ثلاثة أرويقة، ثلاثة أرويقة. نشوفوا الجسر هنا يا كبير نتاع الحمدانية. نشوفوا جسور كثيرة كلها ثلاثة أرويقة. نشوفوا أنفاق كذلك كثيرة. هاي الطرقات ما شاء الله، الجسور يعني فرق شاسع. شوفوا هنا هنا طريق السيارة هنايا، الجسر كيفاش، يعني فرق شاسع بين القارة الجزائرية وما جوارها. هنا شوف الطريق كيفاش. إذن نشوف جسور وأنفاق على كل الطرقات. هاي الجسر هنايا كلها جسور وأنفاق. هاوليك الجسر هنا، هاي الجسور هنا. إذن لا مقارنة بين القارة الجزائرية، عندما نقول قارة جزائرية هي صح قارة جزائرية وقوة إقليمية حقيقة باعتراف الصديق والعدو. نعاود نختار موضوع آخر ممكن نكون فيه تكون فيه المقارنة. ناخذ مشاريع سكنية ماشي لبيطة، ناخذ المشاريع نديرو بروجي لوجمون لا بروجي ابيتا ماروك. نشوفوا لي بروجي هنا كلهم 3D. نشوفوا المشاريع كيفاش تبان، اغلبها ما كانش مشاريع. هنا صور، هنا صور 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 بدون مشاريع، لا ترمز على شيء. هنا كذلك، هنا كذلك، يعني هنا كذلك كلها صور نتاع الترويج. هذا هو الذي احنا باش نقولوا يبيعون الوهم. هذه اوهام، كلها اوهام محطوطة في الشبكة العنكبوتية، صور نتاع مشاريع لا تظهر، لا تظهر أي شيء، كلها صور. هذه في الجزائر، هذه حي حسين مسعود في الصحراء، هذه كلها بعض لا اللهم بعض المشاريع الصغيرة الصغيرة كما هنا كما هنا. هذه مشروع سكني، هذا هو يعني الأغلبية كلها سيدي ماكت 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 ماكت. هنا صور سكنية هنايا، لكن قليل جدا، أغلبو سيدي ماكيت. ها نشوفوا لي ماكيت كلها سيدي ماكيت، دي 3D، دي فوتو جرافيك 3D، والأغلبية صور ترويج. هذه كلها صور ترويجية لبيع الوهم، لبيع الوهم كلها ترويجية. ها صور كلها ترويجية، تروج لمشاريع غير في الكاغط. ها كلها كاغط، وقت كاغط في كاغط. لو نروح الآن المشاريع بروجي أبيطا الجيري، نديرو بروجي أبيطا الجيري أ بي طا بروجي أبيطا الجيري الجيري. فوالا
نروحو بروجي ابيتا الجيري نشوف. هنا كي نروح بروجي ابيتا الجيري نشوف مشاريع حقيقية، نشوف عمارات، عمارات حقيقية، نشوف مشاريع حقيقية. هذا طروادي ما عليناش، هذا طروادي، لكن اغلب الصور هي لمشاريع حقيقية. هنا شحال من صور؟ واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، في 17 صورة كاين واحدة ماشي هادي، وين راهي صور طروات على طروادي هنايا، كاين هادي واحدة، هادي خاطي اثنين، زوج صور ثلاثة، في 17 صورة كاين ثلاث صور اللي تعطينا تمثل دي طروادي ولا صور ترويجية، و14 تصويرة أخرى هي كلها لمشاريع حقيقية في الميدان، ومش بناية واحدة صغيرة ولا بنايات، شوف بنايات، أحياء، أحياء سكنية، أحياء سكنية، أحياء، شوف أحياء كلها أحياء سكنية، شوف الصور كلها أحياء سكنية، مشاريع لا تنتهي، مشاريع كثيرة جدا. بغض النظر عن نوعية نتاع السكن، لأن هذيك قضية أذواق، وقضية لأن الأرشيتكتور لو ديزاين هو قضية أذواق، تبقى مسألة لا فينيسيون لازم تكون جيدة. خلينا من الذوق، الشكل نتاع العمارة لا يهم بقدر ما تهم لا فينيسيون نتاع العمارة، لازم العمارة تكون بيان فيني، العمل يتعمل بال دون لي ريغل دو لار، وتكون فيها التهيئة مكتملة بفضاءات، فضاءات نتاع التشجير والأزهار والمساحات الخضراء والمرافق كذلك نتاع لاكومبانيومون، المرافق الجوارية من مصحة ومدرسة وبلدية وكل هذه الأمور فيها ما يقال ما يعاب، قد يعاب عنها في مسألة التهيئة، لكن قضية الكمية من ناحية الكمية، من ناحية المسألة تاع توفير السكن، نحن صح مقارنة بدول الجوار وبدول إفريقيا، صح قوة إقليمية اقتصادية، وعندنا مشاريع سكنية أفضل المشاريع السكنية في إفريقيا وحتى في العالم في بعض الدول. إذن افتخروا بجزائريتكم، افتخروا بالجزائر وببلدكم. قد لا نكتفي وما ننقنعش ونبقى نطلب بالمزيد، صح أنا أتفق معكم لأننا قادرين على أكثر من هذا، لكن لابد علينا أن نثمن ما عاد وش عندنا. يقول لك ما تطلقش وش عندك وتبع ما في الغار، إذن ما نطلقوش وش عندنا احنا كجزائريين، ونتبعوا واش عند واش عند السويسريين ولا الكنديين ولا الصينيين، ولا لازم نثمن الشيء اللي عندنا، ونقدر الظروف، يعني خاصة الظروف اللي رانا الجزائر تمرها كدول العالم بصفة عامة، وإن شاء الله إن شاء الله لازم يكون فيها إيجابية في التفكير، يكون عندنا هذيك الإيجابية في التفكير، وما نخسروش الشيء اللي وصلنا ليه، وما ننكروش الأمور الإيجابية الموجودة عندنا. فيما يخص جارتنا احنا نقولوا لها إذا ما عجبكمش الحال، إذا ما عجبكمش، لأن الفرق في السياسات وفي الاتجاهات فرق كبير، وغير مش سهل باش نتداركوا هذا الشيء اللي وصلنا عليه بين الجزائر
والسياسة تاع المخزنية الملكية هذه. دونك رانا في الملكية مازالت في المغرب وتبقى بهذه السيرة، لن يكون هناك أخوة ولا فتح حدود ولا هم يحزنون. إن شاء الله يكون فيها خير في المستقبل للأجيال القادمة. أما في الوقت الراهن ما فيش حل، ولازم يفهموا روحهم هذو المراكا بالجزائر لا تقارن بالمروك، ما عندناش احنا مقارنة مع المروك. لو نزيد نفتح واحد النقطة، حبيت نفتح واحد النقطة أخرى. الناس كاين بعض الناس يقارنوا بالجزائر مع دول إفريقية مثل بوراندي ولا إثيوبيا ولا مش عارف أنا إريتريا، مقارنة يعني ساذجة ساذجة، لأنهم ياخذوا فيديو تاع رواندا ولا مش عارف يقارنوا، يقول لك شوف رواندا خير منا، إثيوبيا خير منا. انتم الواحد كي ياخذ مقارنة لازم يدخل في الموضوع مليح، يدرس مليح المقارنة هذيك، ما يقارنش غير ملامح. المشروع في مثلا في رواندا، في رواندا اللي يقارنوا بها كثير، ويقول لك باللي رواندا اقتصاد تطورت وكذا. رواندا طوروها غير طوروا العاصمة، كان غير كيغالي اللي تطورت، برك تخرج من كيغالي تمشي في التراب الأحمر. احنا عندما نقارن دول هذه سياسات، هذه سياسات الدولة كدير سياسة تاع التطور تاع التنمية راح تشمل مش غير السكن، ولا تشمل مدينة ولا زوج مدن، كاين هياكل ديزانفراستركتور، هياكل قاعدية، كاين طرقات، سكك حديدية، مطارات، قطار مطارات، كاين مستشفيات، كاين هذه كلها لازم تاخذ بعين الاعتبار. قارن اللي تشوف الطرق السيارة مع رواندا هذه، قطارق لي قط قارن لي السكك الحديدية تاع الجزائر مع رواندا، والميناء والموانئ والمطارات والحجم تاع المدن. احنا التطور كي نشوفوا حتى ولو انه نشوف بعض المشاريع نقولوا هذه عادية في الجزائر، هي صح عادية في الجزائر، مش عادية في المغرب ولا عادية في دول إفريقيا، عادية في الجزائر صح. والفنان المشاريع هذه موجودة في كل مكان، نوري حي سكني جديد يقول لك هذا حي بانال، سي حي عادي، صح عادي في الجزائر أصبح عادي، لأن كل الولايات موجود فيها هذه الأحياء، الأحياء السكنية هذه موجودة في كل مكان في الجزائر. يشوفوا طريق طرق شغل طريق يكون ما يكونش مهيأ بطريقة جيدة، ويكون لكن هذا الطريق موجود في كل الولايات. احنا رانا ناخذ الصور من كل ولايات الوطن، معلش نصوروا امام القصر الملكي، ماشي نروح ندير فيديو غير امام القصر الملكي وبولفار محمد الخامس وبولفار محمد السادس وبولفار مولاي الحسن، ونضل نصور فيهم ونعاود فيهم. احنا رانا ناخذ الصور من كل ولايات القطر الوطني، كي ناخذ انا الصور من برج باريريج، نفس الشيء في تيبازا، نفس الشيء في قلمان، نفس الشيء في ورقلا، نفس الشيء في تلمسان، في بلعبة، في أكثر من 30 و 40 مدينة في الجزائر عندها هذا المستوى من العمران، مش مدينة واحدة ولا زوج. إذن لازم نحط الأمور في الحجم نتاعها باش نقدر نقارنها، نعطي لها لا ميم ايشال. لازم كي نروحو نقارنو نكيلو بلا ميم ايشال، اون برون اون ايشال اون ريغل ونكيل بها لا ميم ايشال، اللي تكيل بها في منطقة في دولة تروح تكيل بها في دولة أخرى، باش تكون المقارنة عندها معنى. إذن لو كان ناخدو الطرق من ناحية لاكاليتي، ممكن نلقاو طريقة وطرق بعض الشوارع بعض العمارات بعض الأحياء في المغرب أحسن من الجزائر، لكن كي تشوف الكمية عندهم شارع واحد ولا زوج ولا 10 شوارع، لكن الشوارع نتاعنا في الجزائر والعمارات والأحياء السكنية في كل القطر الوطني. إيه لازم ناخذ بالعين الاعتبار هذا الشيء. هل رواندا عندها لو ريزو اوتوروتي اللي موجود عندنا في الجزائر، ولا لو ريزو فيروفيير اللي عندنا في الجزائر؟
هل عندها الأحياء نتاعنا اللي عندنا احنا في الجزائر في كل الولايات؟ إذن لا مقارنة، لا مقارنة. الجزائر صحيح وحقيقة عندها، وشكون اللي يعرف العدو؟ العدو يعرفنا أفضل من الصديق. الأعداء يدرسوننا كل المشاريع نتاعنا. القناة ديالي قفلوها بيكاسيوس هذوك نتاع التجسس، هذيك تجسسوا عليها مئات المرات، عرفوا كاع واش كاين فيها القناة ديالي، لأن كل المشاريع أغلب المشاريع موجودة في القناة، ويعرفونها أفضل منك، ويعرفوا القيمة ديالها أفضل من بعض الجزائريين. إذن نحن لا نهاب أحد ولا نخاف لومة أحد. الجزائر ماضية في سياستها وفي الخارجية خاصة، وماضية في برامجها، رغم بعض الانتقادات من هنا وهناك. وسنأتي في فيديو آخر نقارن بين المشاريع في الجزائر والمشاريع في دول الخليج وفي مصر، بين الأسباب، نعطي الأسباب ونعطي التحديات اللي تواجهها الجزائر والتحديات اللي تواجهها هذه الدول مع الخليج، ونشوف بأن التنمية إذا أخذناها في إطار العولمة، في إطار دون ان موند جلوباليزي، في إطار نظام عالمي، نعرف بلي الاقتصاد والتنمية فيها مواقف اقتصادية ومواقف سياسية، وتمتزج السياسة مع الاقتصاد. ومش سهل الإنسان ياخذ طريق نتاعو في كل هذا العالم اللي أصبح عالم متوحش، عالم متوحش. ونعاد نعاد الآن نطلب ندومونديو لا بي، الأمن والأمان قبل كل شيء. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.